هل يحق للزوج المعادي أن يسافر للترفيه على إحدى زوجاته ولا يسافر مع الأخرى؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فيتهن وقع سهمها سافر بها معه عليه الصلاة والسلام. والله قال لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.